السلام عليكم أعزائي أصدقائي، شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير. تقابلكم اليوم وفيديو جديد. الفيديو اليوم راح يكون بمناسبة رحيل علي المرجاني. على المواجهات، على القتال، على الكذا. لا لا لا، يحطها عدل. ها شنو؟ اوه شيت، والله نايس. هذا شنو ظهر ذا؟ شو؟ فك از ذس. اشكركم انه وصلنا 10,000 مشترك. نوصل 15,000 مشترك بالقناة. أول قناة جيمنج عراقية تتوثق على اليوتيوب. أول نص مليون عراقية فوكينج إراك يوتيوب. بليز فوكينج. أشكركم على المليون ربع مشترك بالقناتين. اليوتيوب بدا يبوقني، على تال وقتي اليوتيوب يجي يبوقني. لا، اللي يصير بالقناة أول مرة يصير وياي. أفش بي يوتيوب. بنعزل، طبعاً هو أكو حل. هو أنا بهذا الفيديو اكو فيديوهات كانسر، بالتالي انا حقق رغبتهم. انا باقي باليوتيوب. اي دونت كير. اوكي، ظل مضرته اليوتيوب وصعد ونزل بكيفك. انا ويا شباب ما طلعتكم الفيديو بمناسبه انه انا باقي باليوتيوب. فاليوم حبيبي نرقص لكم؟ لا ما نرقص، كذب. خلي اليوتيوب، خلاص حخلي اليوتيوب. بعد انه غادي يقول لي يا علاوي يا بعد ام سوري. شو تقول النفه؟ طبعا هو يقول انه راح يرحل، لانه قبل فترة، لان اعتبر انه هو وصل للمليون مشترك، وهو قبل فترة قال انه اذا وصلت للمليون مشترك راح اترك اليوتيوب وامسح قناتي. ما صدقون؟ ما صدقون؟ خلي اجيب لكم الفيديو. وين الفيديو؟ الفيديو هذا. اي هذا الفيديو هذا. انا ترى انا يبكي تنزل دمعتي. يترك اليوتيوب قبل المليون مشترك وينزرب بالكوميونتي مالت اليوتيوب. مثل ما شفتوا شباب، اذا علي المرجاني ايش قال؟ قال لا تخلوني ازعل واترك اليوتيوب قبل ما اوصل المليون مشترك. يعني هو كان قصده انه انا حد الان باقي منتظر اوصل المليون مشترك حتى اترك اليوتيوب. ولحب ذيك الفترة انه وصلوني للمليون، افتحوا اكثر من حساب، وصلوني للمليون، اريد بس مشتركين. بوقتها مسوي فيديوهات مشتركة ويا شهد وغيرهم، قال لهم فقط اشتركوا حتى لو ما تتابعوني، اريد اوصل المليون بسرعة، اريد نصعد المليون بسرعة. فعلا مثل ما شفنا فترة كلش قصيرة، تقريبا يعني 300,000 عبرت خلال شهر تقريبا. على العموم فشهر الى اكثر شوية. المهم فوصل علاوي للمليون. علاوي طبعا نزل فيديو قبل 3 ايام يمكن، ايش قال؟ كاتب باخر فيديو في القناة ونزل بي اليوتيوبر اللي اصدقاء اللي وياه، تسجيل تهاني وقسم يحجون عليه، قسم بلط يعني مبين يعني هم دا يحجون عليها بس بطريقة يعني انه شو عنده يشاقوه او هيك شيء. بس امين حسين شوية راح زايد، ما ادري يعني هو شقاء زايد ثقيل، ما ادري. المهم علاوي شنو راح يكون رده؟ ما اعرف، خلينا نشوف امين حسين ايش كتب. الله وين ها هذا امين حسين. الله شو، فانت اريدك تثبت رجوليتك هسه، يا اما تحذف قناتك وتثبت انه انت رجال، او ما تحذف قناتك وتثبت انه انت مجرد جسوم. ولو احنا تعودنا عليك بس تشكى وبس تبتش، وانا مظلوم وانا ما تجيني فلوس
وتضام على اليوتيوبرز وضام على الناس كل يوم عندك سيارة وعندك طيارة وذني سؤالك ويدا بفلوس اليوتيوب، بس ليش قاعد تنكر؟ وين تريد توصل؟ أنا أريد أقول لك يا اترك اليوتيوب بعد ما لك مكان بي أحسن لك. مثل ما شفنا شباب، إذن أمين حسين راح زايد على علاوي وقال له إذا أنت رجال امسح قناتك، امسح قناتك وترك اليوتيوب. قال له إذا أنت رجال، قال له إذا ما مسحته فأنت عبارة عن جسوم. هذا الفيديو شفتوه ما جبت شيء، بعدين تقولون كذاب مثل الفيديوهات السابقة، أحكي شيء أجيب فيديو تشوفوا الفيديو وتقولون كذاب. المشكلة أنه من يقولون كذاب، يعني أنا أنزل فيديو ما حد يقول عليه كذاب، ماكو مشاهدات، ماكو اشتراكات، ماكو لايكات. المشكلة أنزل فيديو أنا ما مكذب بيه، يعني موجود فيديو قدامكم وتشوفوه بعينكم وتسمعون بإذنكم، يجيني زعطوط كذاب تذب وتتكذب. يا أخي شنو تكذبت بي؟ شنو تكذبت بي؟ المشكلة هذا الفيديو اللي يصير عليه هيك حكي ويقولون عليه كذاب، ما شاء الله مشاهدات ولايكات ومشتركين جدد هواي وخير من الله. على العموم فالظاهر انه باليوتيوب كل ما تكذب كل ما تكبر. وعلاوي اليوم راح نختبره باختبار كشف الكذب. خلاص مثل ما هو يسوي اجمل واقبح ومدري شنو، احنا خلينا نسوي هاي نستغل هاي الفتره على اعتبار هو هسه حاليا ما اخذ استراحه. فاليوم راح نرجع نعيد المقطع مال علاوي اللي قال بيه راح اترك اليوتيوب ونشوف اذا كان كلامه صحيح او اذا يكذب علينا. خلينا نشوف وين الفيديو وين الفيديو الفيديو وين الفيديو. انا ترى انا يبكي تنزل دمعتي اترك اليوتيوب قبل المليون مشترك وينزل بالكوميونتي مالت اليوتيوب العراقي. اذا هسه منتظرين النتيجه النهائيه للكلام اللي قاله علاوي. خلينا نشوف اذا كان صدق او كذب. بعد ما شفنا النتيجة اللي كنا متوقعيها الصراحة انه علاوي قاعد يكذب علينا. تذكرون علاوي كان شي يقول على مستر شنب، كان يقول يكذب على مشتركين مات حتى يصعد حتى يحصل اشتراكات، اشتري سيارة وما حتشتري له سيارة، يكذب عليهم يكذب عليهم وهم مضحوك عليهم وعاجبهم وقاعد يقول بتاج راسك. يا اخي هسه انت شوت نفس الشيء، هم قمت تكذب هم قمت تكذب وتجيب مشتركين على مدة تكذب. اوكي مو مشكلة انت عليك مو مشكلة، على مو مشكلة غيرك مو مشكلة ممكن نحكي عليها، بس انت لا ما نحكي عليك. ليش هسه انا اقول لك ليش؟ صدق علاوي انت سويت 6 أسباب أو 7 أسباب ما اذكر لاختفاء هلا تي في وترك اليوتيوب. شو رأيك أسوي لك 3 أسباب 10 أسباب 20 سبب لتركك اليوتيوب؟ من ضمن هذه الأسباب احتمال أنت راح تتزوج وتريد تأخذ عطلة من اليوتيوب. احتمال، بس يعني أنت أدري كل زي أنت ما راح تترك اليوتيوب. ودي على ذلك أبو عطوان، خلينا نشوف أبو عطوان إيش قال. أبو عطوان صدق، أبو عطوان حكي حكاية، خلينا نشوف ايش حكى ابو عطوان. خلينا نشوف ابو عطوان حكى. يعني البارحه علاوي على المرجاني قال انا من اوصل المليون بالبث المباشر راح امسح القناه ماتي. والله انا قلت له راح بالبث، اذا علاوي انت مسحت القناه، ابو عطوان يطلع بغداد ما تعال انت اليوتيوب. انا عايز جمله مفيده، قول لي جمله مفيده عشان افهمك. اذا مسحت لمتك القناه ان شاء الله حتصير مليون ملاك خير. اذا مسحت لما تصير مليون راح اطلع بغداد ماتي على القناه ماتي ان شاء الله، يعني اللي هو
تيجي. يا خرابي يا خرابي يا خرابي. ايه هو هذا حتى على اليوتيوب، لان ماكو هيك يبى تلعب شنو علاوي علاوي، والله ما اقدر اصدقك. ودي ودي اصدقك بس قوية قوية. ودي 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 اصدقك بس قوية 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 علاوي، والله قوية يا اخي قوية علاوي. بيوت ما يزوها قبلك. ابو عطوان شنو السالفة؟ ابو عطوان تريد تطلع وين؟ على اليوتيوب؟ على قناتك على اليوتيوب؟ زين شنو عنوان الفيديو اللي راح تخليه؟ يعني مثلا انت من حتنشر المقطع شنو راح يكون العنوان؟ زين العنوان هذا ما راح يأثر يعني على نسبة الإعلان؟ ما راح يعتبر مخالف من مخالفات شروط اليوتيوب وإعدادات المنتدى؟ بعضوان زين ما أعرف. زين ليش ما سويت شغلة ثانية مفيدة؟ يعني شغلة على اعتبار التك جيمر، يعني مثلا تسوي جيف اوي، مثلا تقول اعطيكم 500 اسوي 500 دولار جيف اوي، ما اقول لك 1000، 500 دولار 200 دولار جيف اوي، ها؟ او مثلا اعطي كودات ستيم العاب شي جي تي اي. ممكن يعني ممكن انه تقول انه انا راح اعطيكم هالقد، وبنفس الوقت هم حتحصل مشتركين وهم راح يجوك عالم وهم راح تسوي ضجة. بس مال شنو انت ايش قلت؟ اذا مسحت لواتك قناتهم ان شاء الله ان شاء الله حتصير مليون ملاك خير. أبشرك. اذا مسحت تصير مليون راح اتلى بغداد ماتي على القناه ماتي ان شاء الله. يعني علاوي رحمه والدك، طول فتره اكثر وضبط الفيلم ماتك وقول انا راح اترك اليوتيوب. خلينا نشوف ابو عطوان ايش راح يسوي. خلينا نشوف ايش راح يسوي. ابو عطوان نزل فيديو ثاني، او بالاحرى فيديو جديد بعد ما نزل علي المرجاني اخر فيديو له بالقناه مثل ما هو مكتوب يعني بالفيديو، مو هو اخر فيديو فعلا. فخلي اجيب الفيديو مال شو اسمه. اي هنا هذا الفيديو شوف. لا علاوي لا سويته، لا ايمن اقصى علاوي سويته، سواه وراح انزع، سواه وراح اطلع بغداد امامي 300,000 مشترك اذا ما سويته اني. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا احذر ضميري ايش اسوي؟ انا اقول لك ايش اسوي. انا رجال وعد كلمتي، انا قلت انزع واطلع بغداد، يعني اطلع بغداد. يعني انا اللي حكيت كان واضح، اذا ما صدقني راح اوريك ايش حكيت انا. شباب مخرجنا اللي هو انا يعني برا المونتاج شغل لنا حبيبي اللي انا قلته قدام الناس شغل حبيبي. اذا مسحت لواتك قناتهم ان شاء الله ان شاء الله حتصير مليون ملاك الخير. اذا مسحت متصير مليون، اذا مسحت متصير مليون، اذا مسحت متصير مليون راح اتلى بغداد ماتي على القناه ماتي ان شاء الله. شفت انا قلت انه من يمسح واني ما دام الولد مسح فانا راح اطلع بغداد، لان انا بس يا لغم هو ما مسح ترك يترك قاعد يترك. وش الحمد لله. شباب انا رجعت كلمتي، انا قلت يمسح والفيديو موجود، انا قلت يمسح الفيديو الكامل جوا بالوصف قديم لما قلت بها السالفة. هو بدأ قال امسح علاوي بعدين قال اترك، فظهر جو غير رأي يعني. فأكيد يعني أنا ما أيده إنه يمسح القناة صراحة، بس لذلك أقول لكم لا حد يعاتبني ليش ما نزعت، لأن يعني هو الولد قال أنا قلت لا إذا تمسح، ما قلت إذا اترك. يعني تخيلوا أنا طلع بغداد بعدين وراها بأسبوع يرجع علاوي. أنا ما أقول اترك، أنا شلون أخلي مستقبلي وأخلي شخصيتي الكاملة كلها تنهار على موت فتشي ما متأكد منه؟ ما أقدر أقول، بس من أقول يمسح مبينة، لأن ماكو واحد يمسح قناة
توصل مليون ومشاهدات وجمهور مستحيل يسويها. لكن يترك ممكن مؤقتا هميا، ما اعتقد انا علاوي حيترك للابد، لان الصراحه علاوي هي القناه مصدر رزقه. صحيح القناه الثانيه يمكن تفيدها اكثر من القناه الاولى، لكن اعتقد انا عندي خطه معينه انه ممكن يترك القناه الاولى حتى يركز جمهوره كله يروح على القناه الثانيه حتى ايضا تصعد توصل مليون فتره قصيره. وهذا تفكير ذكي علاوي وحب اهنيك عليه. لذلك حاب اقول لك علاوي مليون مبروك علاوي على المليون مشترك مالتك، حاب اهنيك. حاب اقول لكم شغله شباب، علاوي ما راح يترك اليوتيوب، ما راح يترك القناة. فقناته الأولى ممكن يتركها مؤقتا لكن يمسحها مستحيل، أنا قلت عليه يمسحها وما راح يمسحها، بس يتركها مؤقتا يرجع ممكن شهر أكثر أقل ممكن. قناته الثانية راح ترجع راح يبقى يستمر بها حتى دام يوصلها، يعني خطة تفكيرية علاوي وازولي. فأتمنى لك الخير علاوي، أتمنى لك الموفقية وإن شاء الله توصل أكثر وأكثر، وأريدك ترجع وبدك ترجع تمارس نشاطك وحيويتك. واني يعني متابع حال الناس اللي تابعوك، وريد ندز هاشتاج ابو عطوان يقول ارجع يا بطل للقناه. فايدكم تسوون هاشتاج، تروحون القناه تكتبون ابو عطوان يقول ارجع يا بطل، هذا الهاشتاج شباب ارجع يا بطل للقناه، هذا الهاشتاج شباب اللي هو هذا، اريدكم تخلونا بقناته وتنشروه بالفيسبوك وتنشروه بكل مكان. المهم فأبو عطوان نشر هاشتاك، وشفتوا الهاشتاك اللي بالفيديو، بس أنا أقول إنه هذا الهاشتاك هو مو الخاطر علاوي، وإنما الخاطر غداد. يعني هو هو الخاطر أبو عطوان، يعني هو بمعنى إنه يا علاوي استر أخوك المسلم، يا علاوي لا تفضح، يا علاوي أرجوك يا علاوي ارجع لليوتيوب يا علاوي. وإحنا بهذا الوقت وعلى اعتبار إحنا شوية نازلين، فرح ننشر هاشتاج ثاني ونقول علي المرجاني لا ترجع لليوتيوب، لا ترجع لليوتيوب، خلينا نشوف أبو عطوان إيش راح يسوي، خلينا نشوف أبو عطوان إيش راح يسوي، وأنت مو رجال إذا ما سويت زين، ومو تطلع لنا زالفة وتطلع تشيز جوا تشيز، ما أعرف مو مثل جد الشايب من حنزع القناع يطلع لابس قناع جوا خلي ولا. المهم فبهذا القدر نكون وصلنا لنهاية هذا المقطع، ما أعرف شنو سببه، ليش تحشيش مشاهدات، جبنا أسماء ناس يوتيوبر، والبعض يقول لك ليش تنشرون هيك فيديوهات ما بها معنى، ما بها محتوى، ما بها فائدة. والله ما أعرف، احنا يعجبنا ننشر شغلات ما بها فائدة، بس المهم نحصل مشاهدات، المهم نحصل ما اعرف شو نحصل، فلوس. المهم فهذه المقاطع السخيفة هي اللي قاعد تشتهر، قاعد تصعد ترند، فاحنا نستمر بهذا المستوى الضحل ومشي ويا قنوات، يعني تنشر شغلات وتنشر شغلات سخيفة وتطق عادي، يعني احسن ما تضل تنشر شغلات سخيفه مثل ما بعض الناس قاعد ينشرون شغلات سخيفه وما تضحك، ويقول لك هاي شغله كلش تضحك والله كلش ضحكتنا، مشكله يحلف خرب ما تضحك اصلا، هي اصلا كلها سخيفه ومبينه تمثيل. على العموم انا ما اقصد احد يعني معين، يعني بس المهم هو هذا الترند، شنو كذب بلغي لغوه زائده ما بها اي معنى واصعد. وبالنسبة للعلاوي، علاوي أحق لك خليه ولا بيوتي باي أبو 50 مليون أمسح قناتي، على اعتبارك أنت تعتبر المعلم والقدوة مالتك باليوتيوب والأب الروحي لك، خليه ولا هم قالها قبلك وما مسح القناة، وأنت ما راح تمسح القناة، وأبو عطوان ما راح يطلع شيء، واللي اشتركه ويا أبو عطوان على مودي راح يطلع ما راح يطلع، واللي اشتركه ويا علي المرجاني حتى علي المرجاني يترك اليوتيوب ما راح يترك اليوتيوب، واللي اشتركوا وياي لان اني نوبات اكذب، فانا ما اكذب، مع ذلك خليكم مشتركين. شكرا لكم، نلتقيكم في فيديو جديد ثاني تحشيشي، الى اللقاء. واحتمال الفيديو الثاني هم راح يكون اختبار الكذب، يعني الصراحه الكذب زايد بهالايام، انا ما احب الكذب، ما احبه. شكرا لكم والى اللقاء. طبعا يا اعزائي أنا هند دير من قناة هند دير، اللي يريد يشوف قناتي يتفضل دعاية هالقناتي، ما راح أطلع على قناتك ببلاش أبو كرش. لا لا لا، هاي شنو هاي؟
اوقف 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 اوقف، شنو هاي؟ صدق جاي تسوي تبادل اشتراكات ويا معلاوي تبادل اشتراكات؟ الولد لح يمسح قناته وانت جاي تقولي لي تعال ادخلوا بقناتي واشتركوا بقناتي وانا هند الدير، واذا ما تعرفون ادخلوا قناتي. شنو السالفه علاوي؟ انت ابو تبادل اشتراكات مال؟ بس ما يخالف، يلا مشي، خلي هاي ابني ما يقدر نحكي، يلا يلا مو مشكله، يلا يلا كمل كمل كمل، خلينا نشوف الفيديو تكمله مال تبادل الاشتراكات. الفيديو مش خلينا نشوفه. تبادل اشتراكات، اوكي هذا مو مشكله. تعليق تبادل اشتراكات، اوكي على تبادل اشتراكات، اوكي اروح على تبادل اشتراكات، اوكي خلينا ننزل فيديو تبادل اشتراكات، اوكي خلينا ننزل خير على غير فيديو تبادل اشتراكات. يا عيال يا عيال، بقالي 500 مشترك ويصير عندي بالقناه 500 مشترك. هولي فاكينج شيت، نعطيكم فاتح قناه يا عيال يا عيال، في قفاوي في قناه اشتركوا. هولي فاكينج شيت يا عيال يا عيال. ايش بيكم بابا؟ ايش بيكم؟ طبعا يا اعزائي، انا هند دير من قناة هند دير، اللي يريد يشوف قناتي يتفضل دعاية هالقناتي، ما راح اطلع على قناتك ببلاش ابو كرش. فابو كرش هذا اللي قدامكم، هذا علي المرجاني سوى بي، قال لي هند الو سوي لي فيديو هسه. شنو سوي لي فيديو هسه؟ شنو الا هسه الا اليوم اسوي هذا الفيديو؟ يريدني تهنئة للمليون؟ لا مو تهنئة، نقول ألف الحمد لله والشكر، راح نخلص من أبو ثرب. يعني علي المرجاني إنه هو الكلمة المشهورة مادة الفيطي اللي